الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه النهاردة يا حبيبي؟ بما اننا في موسم البرتقال حبيت استغل الفرصة معاكم ونعمل مع بعض بودرة البرتقال في البيت بطريقة بسيطة وسهلة. زي ما انتوا عارفين ان بودرة البرتقال دي بنستخدمها في الكيكات، في البسكوتات، يعني لها استخدامات كتير. فبدل ما نشتريها من بره هنعملها في البيت وتوفر علينا وهتبقى انضف واحسن. هنبدأ يا حبايبي، هنجيب اي كمية برتقال حابين نعملها، يعني مش عدد بقى معين، على حسب ما انت عاوزة تعمل. هنمسك البرتقال بتاعنا، هنكون ماسكينه غسلينه ومنضفينه. هنقشر القشرة بتاعتنا ديت زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. كده يا حبايبي، فانا علشان ما اطولش عليكم اخلص الكمية اللي عندي ديت وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت يا حبايبي تقشير كمية البرتقال اللي عندي وبقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، جبت صينية وفردتها فيه زي ما انتوا شايفين كده. في طريقتين لتجفيف القشور ديت، ممكن نحطها في الشمس كذا يوم ورا بعض لحد ما تنشف. طبعا نغطيها بحاجة نظيفة وتكون خفيفة علشان التراب وكده. ممكن نحطها في فرن البوتاجاز على نار هادية جدا لحد ما تنشف، فكل واحد يجففها بالطريقة اللي هي متاحة له واللي تناسبه. فانا هاخد القشور ديت يا حبايبي واحطها في فرن البوتاجاز على نار يعني هادية جدا لحد ما تنشف، وهوريكم شكلها عامل ازاي بعد ما تنشف. وادي يا حبايب قلب القشر بتاع البرتقال بتاعنا بعد ما نشف اهوت بقى معانا بالشكل دوت. هجيب مطحنة اللي هي بتاعت التوابل وعبيه فيها واطحنه معاكم ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. دلوقتي يا حبيبي انا جبت المطحنة بتاعتي اهي، همسك القشور بتاعتنا دي. طبعا مش هنحطها زي ما هي كده، هنقطمها علشان لما تيجي تلف تعرف تاخد راحتها في اللف وتبقى في الفرن كويس. اهم حاجة ان هو يكون حمصان خالص علشان لما نيجي نفرمه يتفرم معانا بكل سهولة ويبقى معانا كويس. كده يا حبايبي انا هاخد القشور دي تفرمها بقى علشان ما اطولش عليكم، وكمان علشان صوت الخلاط، وراها لكم لما تتفرم هيبقى شكلها عامل ازاي. ودي يا حبايب قلبي بودرة البرتقال اهي بعد ما خلصناها بقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين لونها جميل ازاي وريحتها جميلة جدا، وفرت علينا اللي احنا نشتريها من بره. بنحفظها في علبة او في برطمان مقفول، نعينها في التلاجة، نعينها في المطبخ، تقعد معانا من السنة للسنة. يعني لو حابين نعمل كيكة برتقال او اي بسكوتات بالبرتقال وما احناش في موسم البرتقال، هناخد منها معلقة واحدة، ما نزودش عن كده، لان ديت تعتبر مركزة جدا علشان ما تمررش معانا الحاجة. بتدي ريحة جميلة جدا جدا. كده يبقى عملناها مع بعض في البيت بكل سهولة. ان شاء الله نعمل حاجات كتيرة برضو نجففها ونعينها الموسم ما يكونش بتاعها نستخدمها. يا رب اكون قدرت اقدم لكم معلومة بسيطة. اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يضغط لايك ويفعل زر الجرس ويشترك في القناة عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة اول باول ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.